مدير الدلمة في منطقة الظفرة. انطلق مهرجان سباق دلمة التاريخي من تاريخ 28/4 ولغاية 7/5 تحت رعاية كريمة من سيدي صاحب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة حفظ الله ورعاه. طبعا المهرجان مكون من مشاركة جهات حكومية، طبعا الشرطة والبلدية وهيئة البيئة والمستشفيات الظفرة، وعندنا كذلك مكشات دلمة لأهالي جزيرة دلمة، مكون من ورشة طبخ وفعاليات مصاحبة اللي هي سف الخوص وعرض المنتجات أهالي دلمة في هاي المكشات. والحمد لله انطلق العديد من الفعاليات من المصاحبة للمهرجان، منها سباق السباحة للصغار وكذلك الجري والتجديف التراثي لـ40 قدم، وإن شاء الله بيكون السباق اللي هو الأكبر اللي له رصد 30 مليون درهم إماراتي في الأيام المقبلة، وسيتم الإعلان عنه. والحمد لله جزيرة دلمة أهلها كرام ويعني دائما يرحبون في الناس، وطبعا احنا عندنا عدة وسائل للقدوم للجزيرة من ناحية الطيران أو من ناحية العبارات. الطيران من مطار الاتحاد ترمينال 3، وإن كان عن طريق البر وصولا إلى جبل الظنة، من جبل الظنة تقدمون أبوظبي للأشخاص مجانا الدخول، وللسيارات تكت بقيمة رمزية، وفي أكثر من رحلة للوصول إلى جزيرة دلمة بإمكانه الاستمتاع في المهرجان ثم الرجوع إلى جبل الظنة.